من جديد اجدد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء فوز النادي الاهلي على فريق المريخ السوداني بثلاثه اهداف مقابل هدفين. سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، قبل ما اتكلم على المباراه، الف حمد لله على السلامه. وحشتنا كابتن سيد، والف حمد لله على سلامه حضرتك. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. كابتن سيد، مباراه صعبه جدا ومباراه مهمه جدا، وفي البدايه الناس استسهلت المجموعه، لكن كان ليك كلمه ان البطوله صعبه، المجموعه بتاعتنا صعبه، بيزيد صعوبتها انك بطل النسختين الماضيتين لبطوله دوري ابطال افريقيا. يعني هي بطوله افريقيا كده، يمكن في دوري المجموعات بتبقى حسابات وحسابات الدوري، مهم ان انت تاخد الثلاث نقاط تتحققوا. الحمد لله النهارده في مباراه راحت وجات، وهي كده يعني. انا شايف ان ده هي دي كرة القدم، لازم يبقى نفس التركيز، نفس الإصرار، نفس الحماس اللي الفرقة هتقابلك بيه، انت كمان يبقى عندك نفس الموضوع ده. يعني الحمد لله على كل شيء. يعني مباراة كانت صعبة وكانت مهمة ان احنا ناخد فيها ثلاث نقاط عشان نبقى متواجدين بشكل افضل في الترتيب. يعني هنقفلها لان ده الطبيعي جدا، وهنركز محليا وافريقيا ان شاء الرحمن يوم الثلاث والسبت الجاي باذن الله. كابتن سيد، دايما ليك كلمة مشهورة ان كل يوم كرة القدم بتدينا دروس. النهارده تتقدم بهدفين، المباراه ما خلصتش. النهارده فريق المريخ السوداني بيرجع للقاء، اعتقد دي درس من الدروس النهارده بنتعلمه في المباراه. بالتاكيد يعني، بالتاكيد. ويمكن الفرق كلها على مستوى عالي جدا، يعني حتى فرق المستوى الرابع يعني بتعمل نتائج كويسه. المريخ قدم مباراه هايله، ومع سان داونز قدم مباراه هايله، ومع الهلال قدم مباراه هايله. مستوى في تقدم يعني في المباريات، ودي حاجه تحسب الجهاز الفني بتاعهم واللعيبه بالتاكيد يعني. لكن احنا كمان كنا مهم ان احنا نكون في وضعنا، نحطه في وضعنا افضل شويه من اللي قبل اللقاءين. يعني البطوله مختلفه في كل حاجه، في مستوى الفرق اللي بتقابلها، في حسابات الفرق وهي بتقابلك كمان يعني. فانت كمان لازم يكون عندك تركيز الفتره اللي جايه محليا وافريقيا، مش عايزه غير دماغ فاضيه خالص مركزه في كره القدم بس. يعني كابتن سيد، الملف التحكيمي انا مش عايز اتكلم فيها، بس في بعض النقاط. الفار لازم يطبق من ادوار المجموعات. النهارده شفنا اكتر من قرار تحكيمي، ضربات جزاء عليه علامات استفهام. الفار لازم يكون موجود في دور المجموعات. بص يعني انا حته بس ان انت تتكلم على عنصر مهم جدا في الكوره، ده مهم جدا ان انت تتناوله. يعني في ناس بتزعل من الكلام ده، ما اعرفش ليه. يعني انت المنظومه كلها يعني بتحسن من مستواها وادائها. الناس بتجيب لعيبه بالملايين من بره، بتجيب مدربين من بره، بتجيب محللين من بره او من جوه على اعلى مستوى، مدربين، منظومه بتدفع فيها ملايين الملايين. اعتقد ان ده ملف على المستوى الافريقي، على المستوى الافريقي والمحلي لازم تتعدى الترتيبات. يعني ما فيش حاجه اسمها عاطفه في حاجه زي، في عنصر مهم جدا بيبقى له قرارات زي كده. يعني الراجل ده انا ما شفتوش من سنتين بالظبط، من سنتين ايه يعني، ما افتكرش ابدا في اخر ثلاث نسخ انه حكم لنا مباراه. ما افتكرش اخر مباراه ادارها وانا موجود كانت مباراه بيت فيست في 2017. تخيل اخر مباراه ده ادارها لنا وانا موجود. ممكن الفتره اللي انا ما كنتش موجود فيها ادار مباراه اشك، لكن ما ادارش حاجه خالص. بتدي له النهارده مباراه مهمه جدا ومصيريه جدا. الفكره مش ان انت على فكره تغلط او يبقى في تقديرك مش مظبوط اصلا، الفكره نفسها ان انت عندك الامكانيات ان انت تكون ولا لا. يعني شغلانه صعبه جدا لكن لها مقاومات. على العموم هقفل الصفحه ديت، خلينا نخش في صفحه بيراميدز. و بتأجيل مباراه بيراميدز ولا الاستعداد هل هيتم تأجيل مباراة؟ احنا مركزين، احنا عندنا ماتش يوم الثلاث، بعدها هنسافر على طول. هي دي حسابات كرة القدم. زي ما قلت لك، الناس كلها اللي عندنا واللعيبة اللي عندنا كلها لازم تبقى دماغها ما عندهاش غير كرة القدم بس، سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. يعني شكرا كابتن سيد، والتوفيق في الجاي. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ.